بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا انستول للبايثون، عايزين نعمل انستول للماي اس كيو ال. دخلت على جوجل، كتبت ماي اس كيو ال داونلود، طلع طبعا في عندي داونلودز لحاجات كتير. هنختار الماي اس كيو ال كوميونتي سيرفر، ده الفري بلاش انتربرايز اديشن. وفي عندنا طبعا ممكن نعمل الماي اس كيو ال انستول لو احنا عايزين يعني نعمل اللي هو بيسيت على طول يعني. ماشي، خلينا في ماي اس كيو ال انستولر واقول داونلود، عشان طبعا ده اسهل حاجه. ام اس اي انستولر نيكست نيكست، والدنيا هتبقى سهله واختياراتها هتبقى واضحه وكلام زي كده، فما فيش مشكله. ننزل اللي هو ام اس اي او اي اكس اي الفايل دوت، وبعد ما عملنا داونلود هنبدا نفتح الانستولر بتاعنا. ماشي، لو قال لي عشان طلعت لك اي رساله او اي حاجه عشان تعمل لها يس سكيورتي يعني، قال لي ماي اس كيو ال انستولر اوبشنال ماي اس كيو ال انستولر ابجريد افيلابل. مش عارف ايه، احنا لسه بننزل اصلا وفي ابجريد افيلابل، مش مشكله دلوقتي. عندي ده فيرجن كام اللي بينزل؟ سوري، هو فيرجن كام اللي بينزل؟ احنا عايزين فيرجن كام ده؟ فيرجن ايه؟ صح، ماشي كويس جدا، مش محتاجين ابجريد اكتر من كده. نقول بس ننزل السيرفر بس، او ممكن ننزل بعض الديفلوبر تولز، الكلاينت تولز اللي احنا عايزينها. عايزين ننزل ورك بنش، عايزين ننزل حاجات تانية، عايزين ننزله بالكامل ماي اس كيو سيرفر كامله بالشيل اللي كل مكوناتها. عايزين نكسر ونختار حاجات. انا اختار ان انا انزل داتا بيس سيرفر اونلي بس، مش عايزين اكتر من كده. فقال لي ماشي. احنا طبعا عشان تنزل الماي اس كيو سيرفر 8 اللي هي بتسبورت طبعا الاس كيو ال والنو سي كول والكلام ده كله، فهيبقى محتاج مايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس. ماشي، مفيش مشكله، هينزله. ف مفيش مشكله، نعمل اكسكيوت. فبدا ينزل لي هو مايكروسوفت سي بلس بلس، قلت له اجري واقول له انستول. ده محتاجه بتاع الحاجه بتاعت سي بلس بلس، محتاجه عشان الشغل بتاع الماي سيكوال كله يقوم. احنا محتاجين في اكتر من حاجه، فكويس ان هو ينزلها. وقلت له نكست. قال لي خلاص ده ريدي تو داونلود. قلت له ماشي، يلا توكل على الله اعمل داونلود. هيبدا ينزل داونلود دلوقتي الماي سيكوال سيرفر فيرجن 8، وبعد كده يبدا يعمل له انستليشن ان شاء الله. تمام، هو كده بدا يعمل انستليشن كامل، بدا يعمل داونلود كامل، وبعد كده يبدا في مرحله ان احنا نبدا نعمل انستول. بعد عمل داونلود وبيبدا يعمل سيت اب او انستول للماي اس كيو ال سيرفر. خلاص كومبليت، ما عندوش مشكله. نيكست. قال لي خلاص انا كده ريدي تو كونفيجر وما عنديش اي مشكله. قلت له خلاص نبدا في الكونفيجريشن. قال لي انا ستاند الون ماي سيكوال سيرفر، ده كلاسيك ماي كلاسيك ماي اس كيو سيرفر ابلكيشن، مش مشكله، او نشتغل على اي نو دي بي، ما فيش مشكله. احنا طبعا الفكره بتاعت الاي نو داتا بيز ان انا بقدر ماي سيكوال الشله بتاعتها اشتغل، او كلاينت اب ونبدا نشتغل ده ككلاستر. وطبعا هنخش طبعا عايزين نعمل ساند بوكس، ولا عايزين نكريت نيو داتا بيز كلاستر، ولا الانواع بتاعتها، وننزل الستاند الون ماي اس كيو سيرفر اللي هو لوحده ده منفصل بدون اي بدون اي مشاكل. فقلت له خلاص احنا هنشتغل عليه عادي جدا على ماي سيكول سيرفر كونفجريشن. انا هختاره على الديفلوبمنت كمبيوتر، انا الجهاز بيشتغل عليه، والبورت مش هغيره 3306 بتاع الاساسي، 3306.0 ده الاكس بروتوكول، ونوبن الفاير وول والكلام ده. قلت له مفيش مشكله، ونكست. سبت كل الاعداد زي ما هي. لازم تدخل باسورد وده ريكومندد ومش عارف ايه. قلت له ماشي، ربنا يسهل ندخل باسوردات. فطبعا اليوزر الرئيسي هو روت، فانا اشوف انت تدخل له اي باسورد. ما مثلا طبعا هنستخدمه في الكونكشن اللي هيتم ما بين اي ابلكيشن والداتابيز يعني. فاكتب له اي باسورد، فمثلا اقول له انا مش عارف باسورد، مثلا اقول له ماي اس كيو ال باس ماي اس كيو ال باس، عشان نفتكر ان احنا نشتغل عليه. ويك ويك، مفيش مشكله. برضه هل تفتح الاكونت هنا؟ طبعا ماي اس كيو ال سيرفر بتقول لك ان ممكن يبقى في يوزر اكونت لما دخل على الجهاز يقدر يخش على ماي اس كيو ال. انا عملت كده، فخلاص يعني انا اقدر اخلي يوزر بتاع بيعمل لوجن على ويندوز يبقى ليه صلاحيه ان هو يقدر يخش على ماي اس كيو ال. مش مشكله، كفايه الروت بالكيسنس بتاعته اللي انا عملتها، كونفجريشن ماي اس كيو ال سيرفر ماشي،
والسيرفيس بتاعتنا هتقوم على ماي اس كيو ال 80 ماشي مفيش مشكله. وستارت الايه السيرفيس في السيستم ستارت اب يعني اول ما الويندوز يقوم يشغل على طول الماي اس كيو ال على طول مش لازم تروح انت تقومها بيدوي او لو انت مش عاجبك شيل بس مش مشكله يعني. وده ستاندرد سيستم اكونت مش عارف ايه مفيش مشكله خلينا زي ما احنا نكست. خلاص قال لنا كله جمعت منك كل حاجه وهعمل بقى الكونفجريشن اللي انت ظبطها. بتروح نفذ الكونفجريشن مفترض ان هو يعدي بكل الكونفجريشن بدون مشاكل. لو البورت عمل مشكله يبقى معناه ان احنا منزلين برامج ثانيه بالكونفليكت مع ده مع ال 3.2.0.6. فانا بالنسبه لي قال لا كله تمام وبص سكسسفول مش مشكله قلت له فينش. قال لي كده الكونفجريشن كومبليت قلت له تمام. تحب تاخد اللوج في الكليب بورد وتاخدها كام يعني وتسيبها في حته مش مسيب ولا حاجه كده. هو الماي اس كيو ال سيرفر المفترض ان ايه الماي اس كيو ال سيرفر بتاعتنا نزلت ومفيش عندنا مشكله يعني. ادي هو ماي اس كيو ال وادي عندنا الايه الاس كيو ال سيرفر كوماند كلاينت موجود. وفي نفتح كده هيقول لي دخل الباسورد بتاعك. قلت له ماي اس كيو ال باس تمام. قال لي ويلكم. وادي ايه هنا كده كده احنا جوه ماي اس كيو ال اهو وشغالين ونقدر بقى نبدا نشتغل بقى ونكتب اوامر يعني. مثلا لو عملت كريت مثلا داتابيز مثلا وديها اي اسم مثلا ويب برو مثلا يعني داتابيز اسمه بروجكت مثلا. فقال لي خلاص كده انت جوه الداتابيز دي يوز ويب برو خلاص الداتابيز اتشنجد وهكذا. يبقى احنا كده دلوقتي ايه عملنا انستول ماي اس كيو ال وجوه وشغالين عليه مفيش اي مشكله ان شاء الله. نكمل مع بعض.